قرر المنتج أحمد السبكي إنه ينزل أفلام جديدة بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهينافس بفيلمين وهما فيلم سطو مثلث وفيلم الماء والخضرة والوجه الحسن. وفيلم سطو مثلث من بطولة أحمد السعداني وريهام حجاج وأسقس وكلوديا حنا، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج يونس، في تاني تجاربه الإخراجية بعد فيلم بارتي في حارتي واللي بيعرض حاليا في دور العرض. انت اللي رشحتني. ايوه انا رشحتني، انا كنت جايبك عشان ازلك، عشان تزلني تشغلني معاه. اول فيلم تشتغل فيه مع السبكي. والايام اللي فاتت طرح السبكي الاغنيه الدعائيه لفيلم سطو مثلث واسمها مش هبكي، وغنتها المطربه اللبنانيه ليال عبود، وبترقص عليها الراقصه الا كوشنال، واللي رقصت قبل كده على اغنيه اه لو لعبت يا زهر للمطرب الشعبي احمد شيبه. بتحكي عن اشياء اجتماعيه وكلام بيوجع يعني على الوتر الحساس، بيحكي عن معاناه يوميه وعن غدر وخيانه دلهان عليهم ما تمرش فيهم، بناس قويه ومفتريه. وحتى انه التوزيع الموسيقي كان ميكس بين الكردي والهندي والمصري، اتصور تراديشنال مع عملوا يعني خلطه مختلفه بالاغنيه. وبتدور احداث فيلم سطو مثلث في اطار اجتماعي كوميدي عن شاب بيكتشف ان جده ساب له وصيه اسمها 5555، وطول احداث الفيلم بيحاول يفك اللغز. 5555 ده كان اسم الفيلم في البدايه، وكان الفيلم هينزل في موسم شم النسيم اللي فات، لكن اتاجل عرضه ليوم 27 يوليو الحالي. وكمان قرر السبكي انه يطرح فيلم الماء والخضره والوجه الحسن في اول شهر اغسطس الجاي، وشايف السبكي ان ده انسب توقيت لعرضه. وفيلم الماء والخضره والوجه الحسن بطوله ليلى علوي ومنى شلبي وباسم سمره ومحمد فراج وصابرين ومحمد الشرنوبي، ومن تاليف احمد عبد الله واخراج يوسف نصر الله. ونزل بوستر الرسمي للفيلم في الايام اللي فاتت، وظهر عليه كل ابطال الفيلم، وتعرض البوستر لكتير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبتدور أحداث فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن عن حياة طباخين الأقاليم اللي بيلفوا في كل محافظات مصر، وبيتعرضوا لطبقات مختلفة من المجتمع المصري. من الواضح أن الموزعين هيعملوا موسم جديد بين العيد الصغير والعيد الكبير، وفي حوالي 6 أفلام جديدة هتنزل الفترة الجاية في دور العرض، ومنهم فيلم تفاحة حوا وفيلم اشتباك، وده عدد كبير بالمقارنة بالسنوات اللي فاتت.